وقد عرف المعاصرون الثقافة الإسلامية بتعاريف متعددة، هذه التعاريف كلها تدل على أن المراد بالثقافة الإسلامية هي المخزون العلمي الذي ترفده فنون متعددة من فنون العلوم الإسلامية، سواء ما كان منها يطلب لذاته أو ما كان منها يطلب لغيره، بحيث يكون وسيلة إلى ما هو أهم منه. فمما يطلب بذاته علم الفقه وعلم التفسير وعلم الحديث، ومما يطلب لغيره العلوم الأدبية والعلوم الموصلة إلى العلوم الشرعية، فمما يطلب لغيره علم النحو والصرف واللغة العربية، وكذلك فن أصول الفقه، لأنه يمكن من الفقه والتشبع منه، وكذلك علم مصطلح الحديث، لأنه يمكن من التمييز بين صحيح الحديث وضعيفه. ومع هذا كله، فإن التعريفات التي جاءت جميعا تدل على أن المثقف ثقافة إسلامية لا بد من أن يكون واعيا بالمحيط الذي يعيش فيه وما تواجهه الأمة من داخل هذا المحيط وخارجه من التحديات المختلفة، ذلك حتى يكون قادرا على التصدي لهذه التحديات، ويكون قادرا على فهم الشبه ودرئها بالحجج الواضحة والبراهين القاطعة. وهذا كما قلنا يتوقف أولا على وجود ما يؤهل الإنسان للنظر. فجميع العلوم التي يدرسها المسلم كلها إنما تمكن وتقوي ملكته، فهو على كل حال بحاجة إلى دراسة الفقه في دين الله، وبحاجة إلى دراسة كتاب الله الذي هو المصدر الأول لهذا الفقه، وبحاجة إلى دراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي المصدر الثاني، ودراسة القرآن الكريم، ودراسة السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، إنما هي موقوفة على دراسة العلوم العربية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه اللغة وعاء لكلامه المنزل للهداية والإعجاز. فلذلك كان من الضرورة بمكان أن يدرس المسلم هذه اللغة، وهذه اللغة إنما كانت لغة قومية قبل أن ينزل بها القرآن، وقبل أن يختارها الله سبحانه وتعالى لأن تكون وعاء لكلامه. أما بعدما نزل بها القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ليست حكرا على العرب وحدهم، هي لغة جميع المسلمين، واللغة مظهر حضاري لأنه سبب للترابط والتفاهم. ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى علينا بتعليمنا البيان، إذ قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان.